الله فعل ده عشان هو مريض، وهذا يدل على أن الحجامة جيد. بمعنى صحيح. كل ما فعل رسول الله كله بمعنى أصبح دلالة إلى العلوم. العلوم لا يتبع إلى السنة، السنة الذي يشير إلى صحة العلوم. الناس يفكر العلوم يتبع إلى إيه؟ يتبع إلى السنة. العلم حاجة والسنة حاجة. بمعنى السنة هو دلالة على العلوم، السنة دي. معجزة القرآن هو دلالة على العلوم. بمعنى نحن ليس علوم الذي يعطي دليل أن القرآن ده صحيح أو لا، بمعنى القرآن هو كده كده صحيح، فقط هو الذي يدل على صحة العلوم، صحة الساينس. الناس يفكر لا نفع العلوم وبعدين هو يصدق على القرآن. القرآن الذي يصدق على العلوم أصلا، عشان القرآن ده معجزة. طيب يعني فوائد يمكن أنا أوري فوائد الحجامة بتفرق، أنت بتعاني من إيه؟ كثير، مثلا نقرس، ألم ركبتين، كل حاجة جلطة. ولها علاج ليك برضه بطريقة معينة في ال... نعم، بطريقة معينة. تمام. طيب قد ايه تنصح تعمل حجامة يا خير للناس، للرياضيين والغير رياضيين؟ كمان خلاص انت يصل صوري ماذا أيوة. تقول؟ ها أيوة. تنصح الحجامة للرياضيين؟ اوكي، الرياضيون اذا يريد حجامة يمكن بسبب هو يضع استرويد، صح؟ اوكي، مثلا انتم تضعوا استرويد. اوكي، استرويد ده أنتم لما تضع، ليس كل استرويد أنتم ستستعمل كل استرويد في داخل جسمك، ممكن باقي من الاسترويد يمكن سيكون جزء من الشيء، متكور. شيء مسموم أو شيء الذي متبقي في الجسم، اوكي فاهم؟ اوكي إذا موجود كثير ناس هو قبل البطولة ولا يفعل حجامة، ويفعل حجامة بعد البطولة. للتنظيف. تنظيف. ايوه لما يدخل البطولة كمان يضع كمان مرة ثانية، اوكي، وعلى البطولة يشيل كمان. يعني بيعملوا حجامة، ولكن حجامة لم يشيل كل استرايد، فاهم؟ ويشيل شيء، أضرار، الشيء الذي غير مستعمل في الجسم أضرار، بس. زيادة. والناس يفكر إذا أنا أفعل ده أنا سأخرج كل استرايد. أنا قلت لا، كيف هو يخرج كل استرايد؟ كده كده تشريد الذي نحن نفعل على الجسم ده، تشريد حجامة ده خفيف ليس عميق. الفشل عند الحجامين في مصر، ليس في مصر بس، كل حجام في الدنيا، وإيه؟ تشريط. التشريط ها؟ هم يفعل تشريط كبير يعني حتى التشريط. يترك أثر. أوكي. التشريط ما فيش أثر أصلاً. التشريط 10 أيام ويزيل على طول. فاز. موجود ناس يفعل كبير، موجود حجام ولما لم يخرج دم وقال لازم نخرج كثير كمان ويشرد كمان أكبر. بمعنى غلط ده. الذي انا درسته عند الدكتور ده، عند الدكتور بتاعي، وقال اذا الدم لا يخرج كثير خلاص، بمعنى اذا قليل جدا يمكن تشرد كمان، ولكن اذا كثير شويه لا تحتاج على تشريد. لماذا انت تريد تشرد كمان؟ فاهم يا جماعة؟ مش بكتر الدم اللي يطلع مثلا، والتشريط ما يبقاش غويط. مثلا انا افعل هنا مثلا حجامة تشريط والدم لا يخرج كثير هنا، يمكن بسبب سكين مشرط غير حاد، غير حاد، فاهم؟ اذا انا اغير تشريط مشرط جديد، او يمكن الدم هنا يخرج بالبوط، اذا انا افتح كمان، أفعل فتحة كمان لكي هو يخرج أكثر شوية. أوكي. ولكن إذا قليل جد هذا إذا قليل جدا، ولكن إذا موجود دم خلاص لا تشرب كثير. مش بكتر الدم ومش بعمق بتاع، ومعظم الناس اللي مش شاطرة في الحجامة بيعورك بعمق. لازم يبقى إيده خفيفة ويبقى جرح سطحي. الألم كله موجود، الألم هذا لا تستطيع أن تنافي موجود في الجلسة، صحيح، ولكن الفرق ده هو تشريط. فهمت؟ تشريط
تشريط عميق او تشريط كبير هكذا. عشان كده انا افضل ان افعل تشريط صغير ولكن كثير. صحيح صحيح، انا مش مهيب افعل تشريط عميق. عميق صح، عشان ما يسيبش اثر عشان كمان يمكن سيكون نزيف دم، نزيف دم او عنده سيوله ليتوقف. عند الشخص عند السكر ايضا يستطيع يفعل، من عنده سكر ايضا يستطيع مرض سكر، والله ولكن مش هو السكر بينزف كثيرا ما بيوقفش ناس. ولكن السكر ده نفعل بطريقة معينة. اوكي التشريط يمكن قليل صغير، والقليل ليس كثير جدا، يشف إلى حالة. قبل أفعل هجامة للناس أنا سأسأل، أنت عندك سكر أي مستوى؟ مستوى عالي ولا مستوى متوسط؟ هكذا. يعني تفرق من كل السكر وتفرق مستوى السكر، دايابيتيز تايب 1، دايابيتيز تايب 2، كل واحد من دول ليه طريقة معينة في الحجامة. يا جماعة الحجامة مفيدة جدا بس مش أي حد يعملها. ليس من نفس الطريقة. شكرا يا خير. يا جماعة هحط لكم الفيسبوك ومواصلات معلومات خير لو عايزين توصلوا له، هو من أشطر الناس ما شاء الله، معروف جدا. أضع في انستغرام ستوري، لا تضع في فيسبوك. أوكي شكرا يا جماعة.